بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء وسيدي الأتقياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ويقال الرحمن الذي عرفه الموحدون وأنكره الجاحدون، ويقال الرحمن الذي رحمهم ومن الشرك عصمهم، وبالقرآن أكرمهم، وبكلمة التقوى علمهم، من عليهم بالخيرات فأرسل إليهم النبي فأدبهم وعلمهم. وبعد، فنحن ما زلنا مع كتابي كليلة ودفء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد. يقول: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قثا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وقالت سها للشمس لونك حائل، فيا موت ذر إن الحياة زميمة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. فيبين أن المعايير قد انقلبت، فتغير الخير، انخفض الخير وازدهر الشر، فالعاقل هو الذي يفكر في كل ذلك ولا يترك هذه الأشياء تمر مرورا عابرا، وإنما عليه أن يجتهد وعليه أن يبحث. نعم. وكأن الحق ولى كثيرا. نعم. وأقبل الباطل تابعه. أقبل الباطل تابعه، يعني ولى الحق وأقبل الباطل، فكأن الحق ذهب والباطل أقبل. ولا شك أن الإقبال من خصائص الإنسان، فكيف يقول أقبل الباطل؟ فكأنه شبه الباطل بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز بشيء من لوازمه أقبل، على طريق الاستعارة المكنية. نعم. وكأن أتباع الهوى وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلا. نعم. وأصبح المظلوم بالحيف مقرا. نعم. والظالم لنفسه مستطيلا. نعم. وكأن الحرص أصبح فاغرا، فاه من كل جهة يتلقف ما قرب منه وما بعد. وهذا كلام عجيب، كأن الحرص أصبح فاغرا فاه، يعني كأن الحرص حيوان، شبه الحرص بحيوان مفترس يلتقم الأشياء. وهذا تصوير بديع، استعارة مكنية أيضا، كما قال القائل: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
فكأنه شبه المنية بحيوان مفترس، ثم حذف الحيوان المفترس ورمز بشيء من لوازمه أنيبت، الأنياب أو أنشبت والأظفار، على طريق الاستعارة المكنية. والشاعر يقول: لقد سحب الناس أذيال الظنون بنا، وفرق الناس فينا قولهم فرقة. سحب الناس أذيال الظنون، كأنه شبه الظنون بالأثواب، ثم حذف المشبه به وهو الأثواب ورمز بشيء من لوازمه وهو الأذيال، على طريق الاستعارة المكنية. نعم. وكأن الرضا أصبح مجهولا. نعم. وكأن الأشرار يقصدون السماء صعودا. نعم. وكأن الأخيار يريدون بطن الأرض. هذا كله يدل على أن المعايير قد انقلبت، فعلى العاقل أن يتدبر وأن يفكر في كل هذا، فلا يخدع بالدنيا، وإنما عليه أن يعلم أن هناك دار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم. وأصبحت المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف إلى أسفل درج. الشرف المكان العالي، كل مكان عالي يسمى شرف. أصبحت المروءة مقذوف بها من أعلى شرف، من المكان العالي إلى الدركات، ولذلك الدركات تكون إلى أسفل والدرجات تكون إلى أعلى. قالوا: الجنة درجات والنار دركات. عظيم. نعم. وقال برضو قوم: نعم. يا مولانا، نعم. مررت على المروءة وهي تبكي. نعم. فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ أيوة. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. الله الله، وهذا كلام بديع. فكأن المروءة يعني شبهت بإنسان يبكي، لأن المروءة من مكارم الأخلاق، فعلى الإنسان أن يكون صاحب مروءة، صاحب مروءة، أن يكون صاحب نجدة، أن يكون صاحب خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. وأصبحت الدناءة مكرمة ممكنة، وأصبح السلطان منتقلا عن أهل الفضل إلى أهل النقص. وهذا شيء يخل بالسلطان، أصبح السلطان، ولذلك قالوا: عدل السلطان، عدل السلطان خير من خصب الزمان. وهذا كلام جميل، أصبح السلطان منتقلا عن أهل الفضل إلى أهل النقص، وهذا انحطاط. نعم. وكأن الدنيا جزلة مسرورة تقول: قد غيبت الخيرات وأظهرت السيئات. نعم. يعني هذا أمر يفرح الدنيا ويفرح قادتها، وقائد الدنيا أو حبيب الدنيا هو الشيطان. الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. تفضل. نعم. ثم فلما فكرت في الدنيا وأمورها. نعم. وأن الإنسان هو أشرف الخلق فيها وأفضله. نعم. ثم هو لا يتقلب إلا في الشرور والهموم. كيف يكون الإنسان أشرف الخلق في الدنيا؟ هذا كلام حق، وهذا بنص القرآن، لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالواقع يعني الإنسان هو من أكرم الخلق على الله تعالى، فالإنسان
يعني سخر الله له كل ما في الكون. ولذلك حتى الرسالة لم يرسل الله نبيا من الجن، بل كانت الرسل جميعا من الإنس. ولذلك عرفوا الرسول بأنه إنسان حر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. ولذلك كان الإنسان هو أفضل، هو الخليفة في الأرض عن الله تعالى. نعم. عرفت أنه ليس إنسان ذو عقل يعلم ذلك ثم لا يحتال لنفسه في النجاة. من رأى كل ذلك ولم يعتبر أيكون عاقلا؟ لا، لا يكون عاقلا. فينبغي عليه أن يبحث عن النجاة وأن يسارع إلى الخيرات، والقرآن طلب منا ذلك. فالله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا. وهذا كلام جميل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكأن الله تعالى كرم الإنسان وأعطاه عقلا، وبالعقل يستطيع الإنسان أن يميز بين الخيرات وبين الشرور، فعليه أن يعتبر بكل ما يشاهد وأن يتعظ بكل ما يرى. فعجبت من ذلك كل العجب. ثم نظرت فإذا الإنسان لا يمنعه عن الاحتيال لنفسه إلا لذة صغيرة حقيرة غير كبيرة من الشم والذوق والنظر والسمع واللمس، يعني الحواس الخمسة. أنتم تعلمون أن الله تعالى أعطى الإنسان حواس، هذه الحواس خمسة. والإنسان يعني ربما ذاق شيئا فأعجب، إلا أن ذلك ليس بدائم، أو رأى شيئا فأعجب، أو شم شيئا فأعجب، لكنها كلها أمور زائلة. فعلى الإنسان أن يستخدم هذه الأعضاء في مرضات الله تعالى. نعم. فعله يصيب منها الطفيفة. أيوة. أو يقتني منها اليسيرة. نعم. فإذا ذلك يشغله ويذهب به عن الاهتمام لنفسه وطلب. نعم. النجاة لها. نعم. فالتمست للإنسان مثلا، فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج. نعم. إلى بئر فتدلى فيه. الله يفتح عليك. نعم. وتعلق بغصنين كان على سمائها. يعني رجل ضرب مثلا جميلا، رجل قابله فيل هائج، وأنتم تعلمون أن الفيل يعني قوي، فيه قوة شديدة، وخاف الرجل من هذا الفيل، فماذا فعل؟ تعلق بغصنين على سماء بئر. ولكن ماذا حدث حينما تعلق بالغصنين؟ ماذا حدث؟ كانت النتيجة أنه سقط في قعر البئر أو في هوى في البئر. وأحب أن أشير إلى شيء قبل هذا. كلمة بئر مؤنثة، البئر مؤنث ليس مذكر. والله تعالى يقول وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة. ولذلك تصغر على بؤيرة، بئر تصغير بئر بؤيرة. ونحن نعلم كما قال علماء الصرف أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فبئر مؤنث. كذلك عين مؤنث، تقول عين عيينة، وبئر بؤيرة، وهكذا. نعم. فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج. نعم. إلى بئر فتدلى فيها. نعم. وتعلق بغصنين كان على سمائها، والسماء هو السقف. ولذلك كل ما علاك فهو سماء. والله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم.
فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر. نعم. فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن يا من أحجارهن. نعم. ثم نظر فإذا في قاع البئر تنين فاتح. نعم. فاه منتظر له ليقع فيأخذه. التنين هو الثعبان الكبير، أو هو أخبث أنواع الثعابين، هذا هو التنين. يعني كما يعني كأن الرجل انطبق عليه هذا المثل، والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهو خاف من الفيل وتعلق بالبئر، فكان المصير أنه سقط في قعر البئر فوجد حيات وقابله تنين يريد أن يلتقم. نعم. فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيض. أي الجرذان يعني الفئران. نعم. وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران. نعم. فبينما هو في النظر لأمره. نعم. والاهتمام لنفسه. نعم. إذ أبصر قريبا منه. نعم. كوارة فيها عسل نحل. الله. نعم. فذاق العسل. نعم. فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره. نعم. وأن يلتمس الخلاص لنفسه. الله، ده لا حول. أنت فاهمين هذا المثل؟ فهذا مثل جميل، يعني كأنه لم يفكر في التخلص من هذه الشدة، وإنما شغل بطعم العسل. كذلك الإنسان في الدنيا ينشغل، وهذا تشبيه جميل، كذلك حال الإنسان في الدنيا تحيط به الشدائد من كل جهة وينشغل بالأشياء البسيطة التافهة، وهذا مثل جميل. فيكون حال من يفعل ذلك كحال الرجل الذي خاف من فيل هائج وتعلق بسقف بئر وسقط في قعرها ووجدته الحياة ووجده التنين وأراد الرجوع ووجد الفئران تقرض الغصن أو الأغصان، إلا أنه وجد مكانا فيه نحل فيه عسل فشغل بالعسل عن كل هذا ولم يفكر في مستقبله. نعم. ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن. نعم. ولم يذكر أن الجرزين دائبان في قطع الغصنين. أيوة. ومتى انقطع وقع على التنين. نعم. فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة. نعم. حتى سقط في فم التنين فهلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا غافلا ما أغفلك، عجر وبادر أجلك واختم بخير عملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.